التسلح بكثرة الدعاء بالتوفيق والسداد، التسلح بكثرة الدعاء وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل في كل أحوالك أيها الداعية، وأن تستشعر دائما أنك مفتقر إلى الله عز وجل في كل سكناتك وحركاتك وأوائلك وأواخرك وجميع أمورك. إياك أن ينقدح في قلبك يوم من الأيام أنك مستغني عن الله في شيء لقدرتك عليه. انتبه، حتى الأمور اللي قادر عليها استعن فيها بالله، حتى رفع هالمنديل ورميه في الزبالة أنا قادر عليه، وشيء ما شاء الله استعين، لا، استعن بالله عز وجل، استعن بالله عز وجل، وأظهر الافتقار الدائم إلى الله عز وجل. فالدعاء هو العبادة وهو سلاح المؤمن. يا مسلم، كيف ملك سليمان الدنيا بأسرها إلا بالدعاء؟ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، الدعاء جاب له ملك الدنيا كلها، سخر لها الريح، دعاء. كيف حصلت النبوة في ذرية إبراهيم؟ بالدعاء، بالدعاء. كيف حصلت النبوة ليحيى لما دعا أبوه زكريا؟ يا رجل، الدعاء جاب النبوة وجاب الملك، وجاب الملك. لا تستسهل بالدعاء أبدا، ادعو الله عز وجل أن يفقهك، أن يعلمك دائم. أطل السجود، شو له العجلة في رفع رأسك من السجود؟ أطل السجود، اللهم علمني، اللهم اشرح صدري للعلم، اللهم وفقني في دعوتي، اللهم اجعلني من عبادك المخلصين وحزبك المفلحين، اللهم اجعلني من